اهلا وسهلا بكل البنات اللي متابعيني اول مره يشوفوني معاكم رضوى جلال. واخترت موضوع من المواضيع اللي انتوا اقترحتوها، وبالرغم اني بصراحه مش بتحمس من هذا النوع من الفيديوهات، بس انا متخيله انه لو بس واحده او اتنين شافوه بصدق ممكن يفرق في حياتهم. فهي العبره في الفيديوهات دي بجوده المستمعين مش بالعدد. بس انا برضو بدعوكم بشدة ان انتوا تحاولوا تنشروا الفيديو قدر الامكان، لانه هي دي بقى الفيديوهات اللي فعلا بتساعد بنات كتير وستات كتير في حياتهم ان هم يكونوا افضل، وده شيء اكيد بينعكس على سعادتك وسعادتك بقى حتى لو ارتبطتي، سواء خطيب او زوج او ما ارتبطتيش، طبعا ان انت سعادتك النفسية. احنا هنتكلم بصراحة ازاي ان انا ابقى يعني ناجحة في حياتك من الناحية العملية، سواء بقى دراسة شغل، من واقع مثلا يعني زي ما قلت لكم خبرات كتير، وحتى منها فشل، مش كلها نجاح ابدا، بالعكس يمكن الفشل اكتر في بعض النقط للأسف، بس الحمد لله الواحد عارف يعدي شوية نقط كانت صعبة في حياته. بس بشكل عام انا شايفة ان في شوية حاجات كده مبادئ لو عند المرأة اكيد هي بتبقى فرصتها في النجاح في الحياة اكتر، وطبعا في الاخر توفيق من عند ربنا ورزق وكرم وده اكيد، بس سبحان الله يعني على قد ما انت بتحاول على قد ما فرصة زي ما بيقولوا الكرم والخير بتبقى اعلى، وربنا بيجد منك شخص كويس. يعني انا بحس الموضوع حاجتين، في جزء فيه بيبقى كرم من عند ربنا انه ييسر لك النجاح ويفتح لك ابواب رزق او ابواب تيسير في اي حاجة، وجزء عنده الاجتهاد او الاخذ بالاسباب او فان شاء الله احنا هنحاول برضو نتكلم في الجزء بتاع اللي هو انت عليكي ايه عشان تزودي فرص نجاحك في الحياة وتساعدي نفسك انك تكوني مرأة ناجحة على مستويات اللي هي العمل وكده. وطبعا الحياة الشخصية احنا يا القناة من اولها الاخيرة حياة شخصية وعلى حلقات اجتماعية وزوجية، فانت بقى كإنسانة بعيدا عن كل شيء انت تنجحي ازاي. حاجة ودي اغرب حاجة هقولها لكم، اول نقطة ما اعتقدش ان انتوا كنت تتخيلوا ان دي اول نقطة، انك تعرفي تقولي لا. تعرفي تقولي لا، دي مشكلة كبيرة جدا عند النساء، بيعملوا كل شيء واي شيء واي فرصة تجيلها واي حد يقولها حاجة ما بتقولش لا. ما بتقولش لا على اختيارات كتير، على خروجات كتير، ما بتقولش لا صاحبتها اللي بتضيع وقتها، ما بتقولش لا على القعدة اللي ملهاش لازمة، ما بتقولش لا على الشيء اللي يبان شغل بس هو حرفيا تضيع وقت، مش هتعرفي تعملي كل شيء مع بعض. تعرفيش تقولي لا. يعني فكره انه ما ينفعش انسان، يعني زي ما بيقولوا مش صاحب البالين كذاب. انا ممكن اقول لك الانسان ممكن يكون عنده بال وبالين وثلاثه، بس في عدد بعده الانسان ما بيعرفش يركز. بمعنى في اساسيات في الحياه ما اقدرش الوم حد فيها، يعني انا ما اقدرش الوم اي ست انها بتحاول مثلا ترتبط تتزوج تخلف، اكيد انا مش هقدر اقول لك قولي لا بس مش هتخلفي 10 ماشي. لو انت انسانه شغلك واخد منك وقت اكيد عدد الاطفال برده هيكون مقنن شويه. طريقة الجواز او مهامه حتى، ودي هنجيها في النقطة التانية، ازاي هتعرفي تتعاملي معاها؟ اكيد برضو المتفرغة بشكل كامل هتختلف عن المتزوجة، هتختلف عن اللي عندها عمل او سفرك وخروجك، وده هنجيه بقى في النقطة الجاية. اكيد دي مش شخص كل يوم بتخرج مع صاحبتها، اكيد ده مش شخص كل يوم تنزل المول تلف على لبس جديد، يعني اكيد شكل حياتك هيبقى مختلف. فما بتعرفيش تقولي لا، يعني او لازم تقولي لا لبعض الاشياء في حياتك، ده اساس عشان فعلا تبقي ناجحة. النقطة التانية وهي حتة ان انت تبقي انسانة زي ما بيقولوا منظمة في فكرك او منطقية في فكرك. كتير من الستات بصراحة يعني انا ما ببقاش عارفة اقول لهم ايه، باجي اتكلم معهم في اي حاجة بلاقيهم ما عملوش اي شيء منطقي قبل الكلام. بمعنى يعني انا مثلا على سبيل المثال اتكلمت مع شخصين الاثنين عايزين نفس الشيء، واحدة عايزة تيجي تركيا مثلا وتستقر فيها، والتانية برضو عايز تيجي تركيا، بس واحدة منهم مع كامل احترامي يعني هي ما عندهاش مثلا شغل وبتاع وكده رب البيت قوي، وحد تاني لا هي الست انا عارفة انها ناجحة قوي وعندها شغل وكده. طريقة حتى اسئلتهم والجزء اللي هم عملوه مختلف تماما. الست اللي هي عندها شغل وعندها حياة وانا عارفة ان هي شوية مركزة بتسأل اسئلة محددة جدا، بتسال على نقط يعني، وفي اخر المكالمه بتعمل كونكلوجن. متخيلين يعني في اخر المكالمه كانت بتقول ايه؟ طيب انا دلوقتي انا محتاجه منك 3 حاجات، 1 2 3، هنتظر تبعتي 1، اكنها في ميتنج يعني مش في مكالمه تليفون، مفيش عندها الكلام المفتوح. ده فرق كبير جدا. الناس اللي بتعرف تبقى منطقيه يعني مش بتتكلم بعواطف، العكس الست التانيه
طب انا هتحسي بايه؟ طب انا هعمل ايه في الاول؟ اصل انا قلقان. اصل قلقانه ليه؟ يعني قلقانه عشان اسباب واضحه ولا قلقانه؟ طب انا قلقانه، انا مش دكتور نفسي، انت بتكلميني استشاره في 1 2 3، يعني فاهمين انا بتكلم في ايه؟ دي مشكله فظيعه ان الست ما تبقاش منطقيه، يعني مفيش منطق. انت مش بتحاولي توجدي لتقسيمي اي مشكله او اي شيء بيلح عليكي او اي فكره لواحد 2 3. لو شغاله في الحياه بالروح كده صدقيني هتتعبي كتير. لازم تبقي منطقيه. عارفين لما بعمل حد يعني ايه منطقك؟ ايه الفايده؟ المنطق، المنطق يعني شيء معقول مرتب ليه بدايه وله نهايه وله خطوات. فانت لو الحياه كده بالاحساس يلا نعمل يلا وكده ودايما كده حسي انك بتتكلمي من جوه مع عميع قلبك، فرصه النجاح صعبه. يعني احنا يعني الدنيا للاسف ما بتجملش، يعني الحياه في جزء توفيق من عند ربنا، بس التوفيق مش بيجي غير للناس تستحق. ساعات ربنا بيوسع على ناس، مش قصدي ان هم ما يستحقوش، هو ربنا بيكون ده اختباره للناس دول ان هو يديهم فلوس كتير او رزق كتير او كده، اختباره تمام. بس في اسباب صدقيني، في اسباب وصدقيني فرصه برضو السقوط عاليه. يعني ما تتغريش انك تشوفي حد يكون ما عملش حاجه قوي ونجح قوي، برضو فرصه انه يقع بسرعه اعلى بكتير من انسان يكون تعب وعمل خطوات مع خبره وهكذا. النقطه الثالثه وهي شبيهه شويه لنقطه المنطق وهي الاولويات. خليني صريحه، خليني اقول لكم صريحه معاكم، ان انت تكوني ناجحه مثلا في حياتك العمليه خاصه هتبقى اولوياتي غير حد تاني. ما قلتلكيش زي ما قلت انا مقدره ان ممكن تكون ست من اولوياتها حياتها الشخصيه، او حتى لو واحده مش متزوجه من اولوياتها اهتمامها بوالدها وامها وهكذا. بس اولويات من حيث التنفيذ، يعني مش اكتر، مش فكره اولويات معنوي، يعني حيث التنفيذ. بمعنى اكيد اللي مثلا عندها شغل هيبقى عندها طريقه من الاثنين، يعني هديكم مثال، عندها شغل مثلا كتير وموظفه وعندها عيال وعندها بيت والكلام ده، اكيد مش هتبقى يعني برحراحه اللي قاعده في البيت، فاكيد مش هيبقى اختياراتها مثلا محشي وصينيه مكرونه بشاميل وفراخ مشويه. اكيد دي هتبقى ست منطقيه شويه، بمعنى انها مثلا هتكون عامله في الويك اند متبله دجاج ب5 طرق. انا شفت ده، يعني انا مش طريقتي بس في ناس كده عامله زي جدول لاكلها، والله مرتبه الحاجات، عامله اولويات لكل شيء، والله يوم الاحد هاخد كذا، يوم الاثنين اعمل كذا، بتعمل بنظام المجاميع، يعني ايه طبخ مره واحده تكوي مره واحده، يعني نظام مجاميع. فحاطه اولويه في حياتها، احنا بناكل جوده كويسه مش عارف ايه، بس مش من اولوياتها رفاهيه الاكل، مش من اولوياتها زي ما قلت الخروج كتير، مش من اولوياتها القعد مع افلام كتير تقعد تتفرج على فيلم واتنين وتضحك وكده. فاولوياتها كون ان هي حاطه مثلا رقم 3 شغلها، فهتلاقي 1 و2 بالعافيه بيتها وجوزها، او 1 و2 مامتها باباها وكرسي بتاخده، او مثلا رقم 1 صلاتها، 2 مامتها باباها، 3 شغلها. صعب مثلا يبقى 2 صاحبتها، 2.5 مش عارفه قرايبهم تقابله. هتلاقي فعلا الناس دي حياتهم بتتمحور حوالين جزء من شغلهم. وانا شايفه ان ضغط النجاح بالمعنى اللي هو بتاع السوشيال ميديا، لان ده اللي هيصدمكم، فكره ان انا لازم ابقى ناجحه يعني مشهوره وغنيه جدا ومعايا فلوس كتير وعربيه ده صورة الإعلام بيخرجها. أنا شايفة إن النجاح أشكال كتير بصراحة. يعني أنا بشوف الناس اللي هي مثلا أمه عندها كذا 4 أولاد وسعيدة مع زوجها وبيضحكوا بصحة كويسة وبيعملوا حاجاتهم الأساسية والحياة ماشية، عندهم بعض الحاجات اللي مأمنة حياتهم وكده، أنا بشايفة إن ده نجاح. يعني أنا شايفة إن النجاح بيتقاس بمستويات كتير. بس أنا لا ألوم، انا لا الوم بعض الناس ان يكون ربنا رزقهم جينات وظروف اجتماعيه ونفسيه ان هي يكون مثلا عايز تبقى دكتوره شاطره قوي، او عايزه تبقى بروجرامر شاطره قوي، عايز تبقى جرافيك ديزاينر شاطره قوي. انا ما اقدرش الومها، لان سبحان الله ربنا اولا اودع فيها الروح دي عشان هي هتحل ازمات في الكون، يعني هي لولاها هيحصل مصايب، فهي على زي ما بيقولوا على الثغر، يعني لازم تبقى كده. بس في هي دي مش هتبقى زي الناس العاديه، وطبيعي انك تتفهمي ده. يعني ما ينفعش بقى انت لو اخترتي طريق اللي بقوله لك ده ورتبتي اولوياتك بالشكل اللي بقوله لك ده، ان انت مثلا ترجعي تقعدي تقولي ياه بس دول بيخرجوا كتير، بس دول كل سنه بيصيفوا، بس دول بيعملوا، اصل دي لسه متغديه مع صاحبتها. ما انت مش زيها، ما انت مختاره طريق صعب، انت ما اخترتيش تبقي عاديه، وما اخترتيش تبقي كلاسيكيه، ما اخترتيش تفضي دماغك وتبقي رايقه.
فمش منطقي ان انت هتاخدي كمان زي ما بيقولوا الفن بتاع الدنيا كل يوم. محدش قالك ان الشخص ده ما بيتبسطش، بس باوقات اكيد اقل، يعني ممكن ياخد ويك اند مثلا، او تاخد سفرية كل 3 شهور، تاخد لها يومين دلع كل مش عارف مثلا 3 اسابيع وهكذا، يعني زي اللي عامل دايت. فهو اللي بقى اللي واخد طريق النجاح وجايب اخر الشغل واللي مش عارف ايه، بيبقى عامل زي اللي عامل دايت بصراحة، يعني بيمشي نظام فري داي بس. لكن يومه العادي مش شرط يبقى شبه ايام العاديه بتاعت الناس التانيه، بيبقى مضغوط، بيبقى عنده حاجات وراه حاجات، ما بيقدرش يدي مساحات قوي للحاجات اللي هي اللي ملهاش لازمه بالنسبه ليه هو، مش بالنسبه للناس التانيه. بالعكس انا بقول لك الناس التانيه ممكن يكون الشيء ده قمه الجمال وقمه النجاح، بس البشر ربنا يعني خلاهم مختلفين. فانت بقي نفسك، يعني ما تضغطيش نفسك. انا بس عايزه اوصله قبل ما اكمل ان محدش يضغط نفسه اللي هو لازم ابقى ناجح، يعني لازم ابقى من اشهر ناس بيعملوا كذا. مش كل الناس تبقى لازم تبقى اشهر ناس والكلام ده. انت لو انت فعلا فيك ده وحاسس انك مخك وحياتك وكده، لكن ما ترهقيش نفسك بالكلام اللي هو بتاع الفيمينست وكده، اللي هو لازم تثبتي ذاتك. محدش قالك اوكي، يعني انت لو ربنا يسر لك حياه كريمه واهل مريحينك وزوج مريحك ماديا، مش لازم خالص، مش لازم. انا شايفه ان عمل مجتمعي خفيف كل اسبوع او اسبوعين، تعملي خير، تعملي مش عارفه ايه كده، تبقي سعيده، تدي الراحه النفسيه لزوجك واولادك، ده نجاح، ده نجاح. انك ما تكونيش مضغوطه، ما تكونيش قرفاهم في عيشتكم، ده نجاح، لان في تمن. ودي بقى النقطة اللي بعدها، ان لازم تدركي التمن. تمن بيبقى تقيل قوي. قبل ما حد يقولك اوصل واعمل، تأكدي انك في الطريق هتدفعي حاجات كتير. هتدفعي بقى زي ما قلتلك ضغوط نفسية، هتدفعي تحمل مسؤولية، هتدفعي انك تتنازلي عن خروجات، هتدفعي انك تتنازلي عن اوقات رفاهية، هتدفعي انك في ايام ممكن تبقي دايخة من كتر ما انت وراكي شغل ومش لحقة تاكلي، هتدفعي. فكوني مستعدة للتمن ومتقبلة بصدر رحب، عشان يبقى نفسك طويل عشان توصلي، لان الطريق طويل. طريق اي حد عايز يوصل هو ما بيوصلش لشيء، يعني هو مش المفروض ان في شيء معين احنا هنوصله وترفعي رايه، الا لو في اهداف واضحه، زي مثلا ان انت عندك وليكن شيء معين عايز تشتريه، مثلا جامعه معينه عايز تشتغلي فيها وهكذا. بس انا رايي ان الاهداف دي تبقى مرحليه، لان الانسان لو هدفه بس شيء دنيوي، زي مثلا ان هو يشتغل في مكان فلاني، يروح منطقه فلانيه وراحها ولقاها اقل، النتيجه اقل من توقعه، والتمن اللي دفعه كان عالي قوي في الطريق، بيجي لهم اكتئاب وبينتحروا. طبعا احنا في حالتنا مش شرط تنتحري، بس بيجي لهم اكتئاب، لانه بيحس يعني انا هلكت 10 سنين من حياتي مثلا عشان اوصل لكذا اللي هو ده، يعني فبتحصل له زي انتكاسه. بالذات الناس اللي بتلعب العاب اولمبيه وكده، شوفوهم يعني، او شوفوا بعضهم، ده في كتير بيصابوا باكتئاب، بالذات لما بيعتزلوا وكده، بيحس انه ما وصلش لشيء، على عكس المتوقع والفرحه الفظيعه. بتفكري ان هو عشان مثلا بقى معاه ميداليه ذهبيه ومعاه فلوس يبقى هو لا، مش شرط، لانه بيحس طب واتس نيكست، انا مفيش اتشيفمنت تاني، مفيش انجاز تاني اعمله. فرايي انك ما تخليش الانجازات بس، خليها مرحليه، وخليها كمان فيها حته ان في يعني هدف اسمى، لان ده برضو بيساعد. وده هيتنقلنا على النقطه اللي بعدها، لو كل اللي انت بتعمليه ملوش نيه او ملوش شيء انعكاس ليه علاقه بربنا بشكل ما، اوكي، صدقيني مش هتقدري. يقينا النتيجه الماديه دايما قليله عن المجهود البشري، السقطات في النص محبطه، التحديات من الاهل قاسيه، الهجوم من الناس وكده. فسبحان الله دايما انا بحس عشان كده يعني كتير من الناس اللي للاسف ما عندهمش مرجعيه دينيه او لا دينيين اصلا، هو مش مؤمن بان في اله، تلاقيهم سبحان الله كتير منهم بيوصلوا لاعلى حاجه وبينتحروا. في حين ان سبحان الله احنا شفنا يعني سكسس ستوري كتيره في الحضاره الاسلاميه، وفي يعني نماذج كتير في حياتهم، لا يعني السبيريت بتاعتهم هم عارفين هم راحوا ايه، بس مش شرط النهايه تبقى فظيعه. يعني ما تربطيش النجاح بالنجاح المادي بس، لانه حقيقي مش شرط، حقيقي. وسبحان الله دايما مش شرط يدوم. فجزء ان انا جو استقلاليه وكده، انا شايفه الانسان يبقى نفسه، يبقى نفسه، يبقى مدرك اللي بيعمله، يبقى صاحي واعي، واعي هو بيعمل ايه. انت بتشتغلي، بشتغل ليه، عايزه ايه، مع اولادي وبيتي كويس الحمد لله، انا راضيه مستقره، ده نجاحي،
في شغل معين عايزه اثبت نفسي وكده، لكن بثبت نفسي عشان اثبت لهم، بثبت نفسي عشان اوريها ان احسن منها، بثبت نفسي بجيب بيت احلى وبتجوز راجل احسن عشان اثبت لبنت خالي ان افضل منها واتجوزت واحد احسن. الحاجات دي قد ايه قاسيه، وقد ايه هتقعي في اول موقف، وقد ايه هتألمك نفسيا، وقد ايه اصلا كروح هتعيشي وتموتي بتتحرقي كده. فافشل افشل طريقه للانسبيريشن او ان انت تدي نفسك دافع ان يكون دافع من الغيره او دوافع رخيصه، لانها عمرها ما بتكمل سبحان الله. ودايما بتلاقيها بالذات لما حد مثلا بيقول رضوى كذا قلدت كذا، يا ستي في فرق انها تاخد قدوه وتتعلم مني تريكس وتعملها، ده شيء انا ما بيضايقنيش ابدا، بالعكس انا بشجع ناس وكده. كون بقى حد بيقلدك قوي، بيركز معاك قوي، بيعمل كل شيء كل يوم نفس الطريقه، هو دلوقتي في حاجه يعني محركاه، بس اول ما يعرفش يعني ما يعرفش يعمل زيك في حاجه هو هيقع هينهار. او حد بيحاول يعمل حاجه عشان بس متغاظ منك، اول لما يلاقي نفسه مش عارف او مش حاسس هيقع هينهار. فالحاجه الوحيده اللي بتخليك تكملي ايمانك انت باللي انت بتعمليه. طبعا طبعا انا النقطه الاخيره وانا مش محتاجه اقعد اقولها، ان انت طبعا ما تهتميش بكلام الناس، او ما تنتظريش ان يكون الموتيفيشن في حياتك خارجي. لو مش قادره يكون دافع نجاحك ذاتي، او يعني ان انت تقعدي تفكري ازاي ابقى ناجحه من نفسك، وما تنتظريش. انا ما بقولش الدعم الخارجي وحش، بالعكس بيشجع وبيقوي، بس صدقيني نسبه وجوده قليله جدا، وبيحصل للاسف في حاجتين، يا بيبقوا ضدك تماما في الاول اوكي، وبعد كده لما بتثبتي نفسك بيبداوا مثلا الناس تبدا تشجعك وهكذا. بس انا لا مع ان انت عدم تشجيعهم ياثر، ولا تشجيعهم برضو ازاي ياثر، لانه للاسف انت لو بداتي تتاثري هيبقى انخفاض التشجيع هيبدا يعمل معاكي انت انخفاض في الموتيفيشن بتاعك او في ثقتك. والعكس صحيح، وجوده او عكسه، ان هما مثلا بيلوموكي، وده بيحصل للاسف بالذات في الحاجات اللي هي مش متقبله، يعني مثلا تكون حد تخصص معين وغير التخصص بتاعه، او حاجات جديده او حاجات جريئه. في الاغلب طبعا طبعا مش بتلاقي دعم لا من الاهل ولا من الاصدقاء. فكون ان انت انسانه هوائيه مجرد بتسمعي وشويه بتتاثري بالكلام، ده من اسوأ الحاجات. انت اللي انت مؤمنه بيه يعني زي ما بيقولوا كلمي نفسك، سالي نفسك انا بعمل ده ليه، منتظره ايه اصلا، ازاي اوصل لده. تكوني انسانه زي ما قلنا مرتبه منظمه، مرتبه اولوياتك، مدركه تماما اللي هتدفعيه، عارفه تقولي لا زي ما قلت في اول الحلقه. ده شويه هيديكي طاقه. وطبعا طبعا كل فتره محتاجه تقعدي توقفي اللي انت بتعمليه ولو يوم يومين، وترجعي اخطائك، ترجعي تشوفي انت ماشيه صح ولا غلط. دي من اكتر حاجات الغلط اللي بتحصل، انسان بيبقى ماشي في طريق وخلاص هو مثلا بدا ينجح او ربنا كرمه في حاجه وبيدوس بقى، وبالذات لما زي ما بيقولوا الايه العربيه بتجيب معاه السرعه رقم 4، يعني الاكسلريشن، الدنيا بتفتح بسرعه فبيدوس بسرعه. بس هو المفروض ان في الوقت ده بقى بالذات لما الدنيا تفتح معاك تقف وتفكر انت عايز تعمل ايه، محتاجه تعملي ايه غلط في الفترات الجايه، زي ما كنك بتقعدي كده ايه تعملي نفسك زي حوار نفسي. ده جدا مهم وجدا بيفرق، لان ممكن تلحقي نفسك قبل ما تكون مثلا في غلطات تزيد، او العكس تكون في خطوه محوريه لازم تعمليها. ده سريعا، انا عارفه الكلام مش هيبقى مدرك غير من الناس اللي فعلا حابه تنجح في حياتها او عندها تحديات، سواء دراسه او شغل او سفر او اي تحدي نسائي. ربنا يوفقكم كلكم. انا عارفه ان الفيديوهات دي مش من اكتر الفيديوهات المقبوله هنا في القناه، يا رب بس القناه ما تقعش بسببها. اعملوا لايك بليز كتير كتير، لانه لازم الفيديو تعملوا لايك عشان ما ياثرش على القناه. وطبعا ما تنسيش تشتركوا في القناه وتفعلي زر الجرس، تعملي لايك للفيديو. اشوفكم على خير.